دايما تيجي لحدانا حيت حنا كنا ساكنين هنايا، وجاو عندنا مع الخمسة الصباح وهدمونا وطفاو علينا الضو وقطعوا الماء وخليت حوايجي وخليت كل شيء. الموظفين اللي عطاوني داروا فيا الخير. حسبي الله ونعم الوكيل. بالنسبه لهذا السيد هذا اللي ميت هنايا، اللي السلطه دابا لحد الان ما كاين حتى شي مسؤول. ها انت شوف واش كاين شي مسؤول هنايا اللي انه يتحمل المسؤوليه ديالو ولا هذه؟ جاو باش يديوه. ملي قلنا لهم اجيو وشوفوا راه هذه سيمانه وحنا تنقولوا لكم السيد ميت تما، وانتم كتقولوا راه ما كاين حتى شي حد. راه السيد خدينا للخيريه. دابا ملي جاو قلنا لهم اجيو كلكم، يجي الباشا ويجي القايد ويجي كلهم، مشاو كلهم حتى شي حد ما كاين. دابا بالنسبه لينا حنايا بنت سعود وحنايا هنايا وقولوا لنا العشرة هذه 12 وجو حتى هي في الشمس، هي كتزيد تكمل تخناز. شكون زعما كلشي تيهضر على ان الاستفاده وهذه وهذه؟ حنا ما استفدناش كلنا، ولكن هذا السيد هذا اللي هنايا شكون هو؟ شكون؟ واش حشره باش ان راه السلطه لا حتى شي حد يجي باش ان يتحمل المسؤوليه ديالو ديال الدفن؟ راه خصهم يجيو باش يشوفوا شنو. الجثه 8 ايام، الخميس اليوم الخميس 8 ايام، ما لقاوه الدراري اللي لقاوه تيقولوا ان هذا. حيت علاش؟ حيت يقول لك مختل عقليا، ما عنده حد. راه حنا كنا عائلته. راه دابا خص المسؤولين يجيو لهنايا. فينا هو هذا القايد؟ فينا هو هذا الباشا اللي تيقول احنا كتحملوا مسؤوليتكم وحنا نرضيوكم وحنا هادي؟ حنا اجيو دابا شوفوا الحل مع السيد، عاد شوفونا حنايا. تشوفوا في الجورنال، بلا قالوا بالله الردم راه ناجح 100%. الحمد لله انتم تشوفوا الردم واش 100% ناجح. قاتل الروح، هذا الروح هذا اللي هي عزيز عبد الله وولد متقاعد، والحوايج ديال عباد الله اللي مشات تنص، انا حوايجي مشاو، وعندي وثائق اللي تثبت ان عندي السكن هنايا، والسكن ماشي بالركه دي شالي، وانتم تصوروا تشوفوهم، وكاين حجوج. وهادشي اللي غنقول لكم، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ان لله وانا راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.